إذن سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الرابع من هذه الأمسية للخيل المهجن الأصيل التكافؤ الدرجة الثالثة هنا في مضمار الريان مسافة 1000 متر انطلاقا مع شعار خليفة بن شعير الكواري على المركز الأول، محاولة خطوة صدارة من قبل الجودرام 8 كاتشويف، الشعار الأصفر المهندس حسن علي عبد الملك رايان كوارتولو، لكن محاولة تقدم من قبل الجودرام 6 مد سمر نايت خليفة بن شعير الكواري دي بي جامبر من الداخل، وأيضا محاولة ثالثا من قبل مربط الجسر الجودرام 1 شبرا من السوداء مربط الجسر احمد قبيزي بتدريب فاروسي، الخط المستقيم باتجاه خط النهايه الصدارة مع الجودرام 8 فعلا جود كاتشويف لحسن عبد الملك الشعار الاصفر من الخارج، فعلا شوف خليفه بن شعيل الكواري من الداخل مع الجواد رقم 6 من سمر نايت، خليفه بن شعيل الكواري مع الجواد من سمر نايت من الداخل، جاسم الغزالي منافسه قويه محاوله الجسر، فعلا لاحظ الجسر الان تقدم قوي، فعلا الجواد رقم 1 شابرا من السادة مربط الجسر منافسه قويه وفوز مستحق. إذن النتيجة النهائية لهذا الشوط، المركز الأول مع الجواد رقم 1 جواد شبر من يسدى مربط الجسرة والمدرب أحمد قبيسي على إيفان روسي ألف مبروك، ثاني مراكز مع الجواد رقم 5 الجواد نوبل ماسترس لخليفة بن شيل الكواري هاري بنتلي، ثالثا مع الجواد رقم 6 مات سمر نايت لخليفة بن شيل الكواري، أيضا رابع المراكز مع الجواد رقم 8 كاتشويف للمهندس حسن علي عبد الملك، وخامسا مع الجواد رقم 10 الجواد ساذر ماتشو مان. إذن ألف ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط، وحظ أوفر للذين لم يحالفوا النهائي.